بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمناسبة اختتام قمة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 28 والتي استضافتها دولة الامارات في مدينه اكسبو دبي واشاد جلاله الملك المعظم باستضافه دوله الامارات العربيه المتحده للقمه العالميه للمناخ والتنظيم الراقي والمميز والتسهيلات والترتيبات الممتازه التي وفرتها لضمان نجاحها وبالمشاركه العالميه الواسعه فيها الذي يرسخ مكانه الدوله الشقيقه الرائده وحضورها الفاعل والمؤثر على الساحه العالميه وثمن جلالة حفظه الله دور دولة الإمارات بقيادة أخيه صاحب السمو رئيس الدولة وجهودها في إدارة مفاوضات ونقاشات المؤتمر والتي أسهمت في التوافق والإجماع العالمي على إعلان اتفاق الإمارات التاريخي الذي يدشن مرحلة جديدة في مسار العمل المناخي الدولي والحفاظ على كوكب الأرض لما فيه خير شعوب البشرية كافة معربا جلالته عن تقديره للنتائج المهمة التي حققتها القمة والجهود المقدرة لرئيس مؤتمر الاطراف الدكتور سلطان الجابر وجميع الكوادر وفرق العمل الوطنية الاماراتية. متمنيا جلالته لدولة الامارات وشعبها الشقيق مزيدا من النجاح والريادة والانجاز في كافة الميادين تحت القيادة الرشيدة لصاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله.